ان خلال الفتره اللي فاتت النادي الاهلي في خلال 30 يوم لعب 10 ماتشات. 10 ماتشات، وانا هقتبس هنا كلمه موسيماني اللي قالها امبارح، انا عندي استعداد اكون مجهد وتعبان وكل حاجه واجي على فرقتي شويه، انا كجمهور او انا كجهاز فني اجي على فرقتي شويه على لعيبتي شويه علشان اخد كل البطولات باحسن ما اقعد في البيت اتفرج على النادي الاهلي وهو بيتوج بالبطولات اللي خدها، وهقول لحضراتكم البطولات اللي احنا خدناها السنه دي ايه؟ وهقول لحضراتكم قد ايه اللاعبين دول تعبوا جدا والجهاز الفني تعب جدا ومن وراهم مجلس اداره واداره كوره تعبوا جدا، وقبل كل دول جمهور كان بيساند ويشجع النادي الاهلي في كل حاجه وثقتهم كبيره جدا جدا في كل اللاعبين، وهتفضل ثقتهم دي موجوده لغايه اخر وقت، لغايه يوم 27 اللي هو اخر مباراه هتتلعب في الدوري العام المصري، لا قدر الله ما خدناش الدوري هنبص في اللي بعد كده، احنا مش النادي الاهلي اللي بيقع. احنا عندنا سوبر افريقي بالمناسبه، عندنا سوبر افريقي ب 26/9، وعندنا كاس عالم للانديه في ديسمبر، وعندنا دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا ال 11، انا كل شويه بقول اوروبا فيا مسهل، وعندنا سوبر محلي، عندنا حاجات كتيره جدا نقدر نقولها، وعندنا وكاس مصر اذا 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 اكتمل، فعندنا لسه حاجات كتيره جدا. طب يا عم اسلام، هو معنى الكلام اللي انت بتقوله ده ان احنا فقدنا الامل؟ النادي الاهلي وجمهوره ولاعبيه وجهازه الفني لا يفقد الامل اطلاقا، ولكن انا برد على كل الحاجات اللي بتحصل خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، اصل مش عارف ايه واصل بيحصل ايه، لا قول زي ما انت عايز واللي انت عايز تعمله اعمله، انت في الاخر بعيد، انا مش شايف، والله العظيم انا ما شايفك، والله ما شايفك، انت بعيد خالص، انت بعيد في يعني بقول لك 76، انا كنت لسه ما اتولدتش 76، ده انا كنت لسه ما اتولدتش يا جماعه، انا لعبت في النادي الاهلي 5 سنين، خدت 5 دوري، 5 دوري ورا بعض ما خسرتش، بلاش انا، في ناس في لاعبين خدوا دوري اكتر من انديه، فيا جماعه احنا انتوا بتتكلم يعني الناس اللي بتتكلم دي هي شايفه ان هي بتتكلم صح، ولكن انا عارف ان جمهور الاهلي لما بيجي يتفرج على الناس دي وهي بتتكلم سواء في الاعلام او في المواقع او على تويتر او على هنا او على هنا، انا عارف الناس دي بتقعد تضحك لانه او جمهور الاهلي يعني بيقعد يضحك لانه الفرق كبير وواضح، ويعني يعني حاجه يعني من اول الاستوديو لاخره، لا مش من اول، ده من اول القاهره لاخرها، فرق كبير جدا.